بارك الله فيكم. الأخ أبو مازن معنا على الخط، تفضل أبو مازن. السلام عليكم. عليكم السلام. الخميس مشيط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حال الشيخ صالح؟ حياكم الله. بارك الله فيك ووفقك إن شاء الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين يا شيخ. آمين. الجميع الله يسلمك. في طال عمرك بالنسبة للأسماء مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، الآن طال عمرك يسميه عبودي، عزوز، دحيم، من هالتصغير، فهل من كلمة يا شيخ إذا طيب. كان يجوز أو ما يجوز؟ شكرا. الوالد لا يسميه بهذا الاسم، يسميه عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، لكن الناس الاستعمال يعملون هذه الأشياء، ولكن العبرة بالأصل، العبرة بالاسم الأصلي. نعم.